عقدت اليوم 3 لجان برلمانية في مجلس الأمة اجتماعاتها العادية لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها. اللجنة التعليمية البرلمانية ناقشت بعض المقترحات، منها فتح فروع للجامعات والكليات وتوفير رعاية صباحية ومسائية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقاتهم الخاصة وتشجيع المتميزين علميا ودعم مرافقيهم من أولياء الأمور على نفقة الدولة. وفي اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ناقشت اقتراح اعتماد قوائم الحوكمة في المؤسسات الحكومية. كذلك أشادت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بدور وزارة الداخلية تجاه بعض الملفات المكلفة بها من قبل اللجنة. ناقشت اللجنة التعليمية البرلمانية بعض المقترحات النيابية، أبرزها فتح فروع للجامعات والكليات وتوفير رعاية صباحية ومسائية لأصحاب الاحتياجات الخاصة ودعم الطلبة المبتعثين للدراسة والمتميزين علميا ودعم مرافقيهم من أولياء الأمور على نفقة الدولة. عندنا اقتراحات برغبة عديدة، ممكن ذكر بعض هذه الاقتراحات اللي تم مناقشتها، هي فتح فروع للجامعات والكليات في المحافظات جميعا، وأيضا توفير رعاية نهارية وأيضا مسائية لأصحاب الحاجات أو الاحتياجات الخاصة، وكذلك أيضا دعم الطلبة الدارسين سواء على حسابهم أو المبتعثين، من حيث يعني توفير البيئة المناسبة لهم سواء كانوا داخل أو خارج الكويت، وكذلك أيضا يعني تشجيع الفائقين وأيضا الحاصلين على درجات عليا بالتميز، وكذلك أيضا حتى دعم المرافقين لهم إذا كانوا حاصلين على التميز، وأيضا إذا كان هناك حضور للتخرج فيدعم أولياء الأمور لحضور تخرج أبنائهم على حساب الدولة. اقتراح اعتماد قوائم الحوكمة في المؤسسات الحكومية أبرز ما تم مناقشته على طاولة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية. اجتمعت اللجنة المالية اليوم، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة بالإضافة إلى الإخوان في ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتم نقاش حول اقتراح بقانون مقدم من بعض الأخوة الأعضاء بخصوص اعتماد قوائم الحوكمة في المؤسسات الحكومية. لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشادت بتعاون وزارة الداخلية تجاه الإجراءات التي تبعتها حيال بعض الملفات المكلفة بها من قبل اللجنة. رأينا يعني تقبل الداخلية وكذلك الوكيل واللواء عبد الله مهنا أبو عبد الوهاب والمجموعة يعني الفريق اللي معاه كانوا متقبلين لهذه الملاحظات، واتفقنا على طريقة يعني تغيير كثير من هذه الملاحظات، وكذلك مساهمة كمجلس في التشريعات وفي دعم ميزانية السجون. هذا وسوف تستكمل بعض اللجان البرلمانية اجتماعاتها العادية غدا لإنجاز تقاريرها قبل انعقاد الجلسة العادية للمجلس. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.